السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، بعد تشيلسي عملاق أوروبي جديد يريد يوسف عطية. إذا أعزائي المشاهدين قبل مواصلة هذا الفيديو أتمنى تضغطوا لايك تجعلنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد. طبعا وصل الدولي الجزائري يوسف عطال صناعة الحدث بسبب مستواه الخارق للعادة هذا الأسبوع رفقة نيس، مما فتح له أبوابا عملاقة وكبيرة نحو يعني الأندية الأوروبية. وكشفت جريدة تيليغراف البريطانية بأنه وإضافة لتشيلسي فإن جناح الطائر يمتلك مقترحا مهما من بايرن ميونخ الراغب من استخدامه صيف، أي في الماركاتو الصيف. وأوضح ذات المصدر بأن كبير ألمانيا لن يتردد في وضع المبلغ اللازم لخطف هذا المدافع ومتعدد المناصب خلال الميركاتو القادم سنة 2019. ويشار أن تشيلسي أعزائي المشاهدين ووفقا لنفس الصحيفة مستعد لصرف قيمة قدرها أكثر من 40 مليون أورو لشراء عقد اللاعب المرتبط مع العقبان لنهاية سنة 2023. ولكن أعزائي المشاهدين للأسف هنالك يعني خلاف بين نادي تشيلسي وأيضا الفيفا، يعني الفيفا عاقبت نادي تشيلسي. طبعا نتمنى أن تحل هذه المشكلة مع نادي تشيلسي وأيضا الفيفا، ونتمنى أيضا أعزائي المشاهدين أن تتم هذه الصفقة بنجاح ليوسف عطال اللاعب المتألق الجزائري الصغير. طبعا نتمنى له كل الخير في مشواره الكروي، وأتمنى أيضا أعزائي المشاهدين وجميع الجزائريين يتمنوا أن يذهبوا بعيدا بكتيبة الناخب الوطني جبل المنضدي في كان 2019. إذا أعزائي المشاهدين هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا لايك تجعلنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.